بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، تعالوا نقضي أجمل ليلة في العمر وأجمل ليلة في حياتنا كلها في بيت حبيبنا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالوا نستشعر كل مرة وكأنها أول مرة نخش بيت النبي، نتعايش مع النبي، نعيش في بيت النبي، ونقرب أكتر وأكتر وأكتر من حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. تعالى حس معايا، أنت داخل دلوقتي بيت النبي صلى الله عليه وسلم، داخل شفت النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا قلنا كل واحد داخل لازم يدفع تأشيرة، كل حاجة عندنا هنا بتمن، والتأشيرة انك تصلي على النبي كم مرة زي ما قلنا، براحتك بقى انت يعني ايه. لازم تتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل عليه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. داخلين بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين لقينا المرة دي موقف غريب جدا جدا، موقف أغرب من الخيال. احنا داخلين نقعد مع النبي، فجأة لقينا النبي صلى الله عليه وسلم قام وراح فاتح باب أمنا عائشة وراح داخل. انت عارفين كان بين المسجد وين بين بيوت النبي عليه السلام، كان يدوب فقط الباب، فتح الباب وراح داخل على المسجد. دخل على المسجد لقينا الصحابة قاعدين حوالين النبي ما شاء الله، حب شديد وفاء شديد، قربوا منه أكتر وأكتر، بدأ يكلمهم، بدأ يذكرهم بالجنة وبالنار وبالآخرة وبنعم ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين فجأة مرة واحدة كده وبلا مقدمات، فجأة راح النبي يقول لهم إيه: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. إحنا قاعدين عمالين نبص، والصحابة عمالين يبصوا، والكل عمال يبص مين ده اللي من أهل الجنة. وطبعا المسجد ليه باب، فجأة الكل يعني راحت على الباب، مين اللي داخل؟ رجل بسيط جدا جدا، رب أشعف أغبر، ذي طمرين، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، لا يعرف مقادير العباد إلا رب العباد سبحانه وتعالى. فجأة دخل رجل بسيط جدا، والحديث رواه أحمد بسند جيد، احنا اتفقنا على الأمانة العلمية. فجأة دخل الرجل ده متوضي ومية الوضوء عمالة تقطر من إيديه ومن وشه ومن رجليه، دخل صلى ركعتين وراح انصرف. تاني يوم برضو حبينا نزور النبي صلى الله عليه وسلم، لقينا النبي بيقول نفس الكلمة: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فقلنا أكيد واحد جديد، طب نشوف مين هو. فجأة هو نفس الرجل. يا سبحان الله، يا بخته، يا بخت الرجل ده، إيه ده، كل مرة النبي يقول يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ويطلع هو نفس الرجل. في المرة التالتة، في اليوم التالت، حبينا برضو نزور النبي، ما احنا نحب نزور النبي كل يوم وكل لحظة وكل ساعة صلى الله عليه وآله وسلم. فجأة برضو نفس الكلمة: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، وهو نفس الرجل يدخل. طبعا فجأة مين اللي قام بقى؟ عبد الله بن عمرو بن العاص. عبد الله بن عمرو بن العاص كان مشهور جدا جدا بأنه عنده ما شاء الله طاقة على العبادة عجيبة جدا جدا، لدرجة أنه كان بيقرأ القرآن كل يوم، وكان بيصوم كل يوم، وكان ما شاء الله في العبادة، لحد ما أبوه اللي هو عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه راح اشتكاه للنبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضح له، قال: إن لربك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، وإن لزورك يعني الناس اللي بيجوا يزوروك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقا. حد ما رسم في النهاية على إن عبد الله بن عمر وافق إن هو يختم القرآن كل 3 أيام، وأنه هو يصلي قيام ليل براحته ما فيش مشكلة، وأنه يصوم يومين في الأسبوع، ويصوم يعني 3 أيام الشهر العربي، وفي الآخر رسع أنه هو يصوم يوم ويوم، يوم أو يوم لأ، كصيام سيدنا داود عليه السلام وهو أحب الصيام إلى الله. سيدنا عبد الله بن عمرو أول ما سمعت كلمات ديت من النبي عليه السلام في هذا الرجل 3 أيام ورا بعض، قال: لا، لازم أعرف بقى إيه المشكلة بقى وإيه الموضوع، والراجل ده ليه النبي قال عنه أنه من أهل الجنة، لازم أعرف السر فين. راح عنده وقال له: يا أخي أنا يعني اتخنقت مع والدي، ويعني أقسمت أن أنا ما أخشش على بيته 3 أيام، فممكن تضيفني؟ قال له: تفضل. فضيف عنده 3 أيام عبد الله بن عمرو، ما شاء الله بقى صيام بالنهار وقيام بالليل وقراءة قرآن وذكر وتسبيح واستغفار، وما شاء الله عبادة يعني حاجة طبعا يعني يخضع لها. فالمهم في اليوم الثالث عبد الله بن عمرو قعد يراقب هذا الرجل بيعمل ايه، لقاه كل يوم ما بيعملش حاجه غير ان هو بيصلي الصلاه الخمس، غير انه كان اذا تعرى من الليل لما يقلق كده كان يذكر الله عز وجل.
ابن عمرو رضي الله عنهما قال: حتى كدت أن أحتقر عبادته. قلت إيه ده؟ معقولة ده اللي النبي بيقول عنه أنه من أهل الجنة؟ ده ما بيعملش حاجة خالص. فقال له: يا أخي إني ما ناحيت أبي، أنا ما اتخانقتش مع والدي ولا كان في حاجة، أنا كنت بقول لك كده بس عشان أبات عندك، وما أقسمت ألا أدخل بيته الثلاث ليالي، ولكني سمعت رسول الله ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم يقول 3 مرات: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فكنت أنت هذا الرجل، فماذا تصنع؟ أنا مش شايف حاجة أنت بتعملها. فقال: هو ما رأيت غير أني لا أبيت ليلة وفي قلبي غش ولا غل ولا حسد لأحد من المسلمين. فقال ابن عمرو رضي الله عنهما: وهذه التي بلغت بك المنزل وهي التي لا تدرك. حاجة صعبة قوي، بقت صعبة قوي قوي على الإنسان أنه يبات ليلة وقلبه سليم تجاه المسلمين كلهم، بقت صعبة قوي في الزمن ده، ما عرفش ليه، لكن بقت صعبة بجد. بقت تلاقي ده اللي مرحب الله طبعا سبحانه وتعالى، تلاقي ده أحد عمال طول الليل قلبه مغلول على فلان وفلان، والتاني تلاقيه طول الليل عمال يدبر مكيدة لفلان وفلان، والتالت طول الليل عمال يفكر ازاي ياخد فلوس فلان وازاي يعمل ايه. ليه؟ الدنيا مش مستاهل أخوي وحبيبي، والله الذي لا إله غيره، إن سلامة القلب لا يعدلها أي شيء. قال جل في علا: اسمع كلام ربك، وأحق القول قول ربي جل وعلا. قال جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ووصف خليله إبراهيم عليه السلام وقال: إذ جاء ربه بقلب سليم. وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أخويا وحبيبي، انت ممكن تكون ناجح في اي امر من امور الدنيا او الدين، والنجاح والشهرة لها ضريبة عظيمة جدا جدا، ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب من الضريبة بتاعت الشهرة. هتلاقي فلان بيحقد عليك وفلان بيحسدك وفلان وفلان، هم ما يعرفوش انت بتتعب قد ايه، ما يعرفوش ان انت بتسهر الليالي، من طلب العلا سهر الليالي، ما يعرفوش ان انت بتسهر الليالي وتكد وتتعب، وبتتعب فعلا وبتبذل مجهودات عظيمه جدا، وكله بيبقى على حساب راحتك ونومك واولادك وزوجتك وحياتك، لكن في النهايه عشان تقدم شيء لامتك، ورغم ذلك بتعاني. فلان بيحقد عليك وفلان بيحسدك وفلان بيأذيك وفلان وفلان وفلان. طيب ايه هي الضريبه؟ ايه بقى المطلوب بقى؟ المطلوب من الانسان الناجح اللي بيتحسد وللناس بتحقد عليه، ان هو يكون عنده شيء من التسامح وسلامة الصدر. فلان بيأذيني الله يسامحه، فلان بيتكلم عليا ربنا يسامحه، ربنا يهدي يا رب العالمين، فلان عمال بيحقد عليا يا سيدي ربنا يصلح حاله يا رب ويكرمه يا رب العالمين، فلان بيتكلم عليا الله يسامحه. ما تشغلش نفسك، انت راجل ماشي في طريق وبتنطلق، انت داخل في سباق 100 متر، خد بالك ما عندكش وقت تلتفت لا يمين ولا شمال. فلان بيشتمك ما يهمنيش، فلان بينتقدك انتقاد سلبي ما يعني ما هوش ايجابي ما تلتفتش، فلان فلان فلان، انت مقصودك وهدفك الاول رضا الله سبحانه وتعالى وجنة الرحمن التي فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يبقى المطلوب من الانسان الناجح صاحب القلب الطيب، الرجل اللي ما شاء الله اللي قلبه سليم، مطلوب منه التسامح وسلامة الصدر. ومطلوب من الإنسان اللي بيحقد ويحسد ومتضايق أو عشان فلان بينجح وفلان بقى غني وفلان بقى كذا، مطلوب منه هو كمان حاجتين برضه: الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى وسلامة الصدر. يبقى العنصر المشترك بين الاثنين دوة التسامح وسلامة صدر، ودوة رضا بقضاء الله وسلامة صدر، يبقى المطلوب مننا جميعا سلامة الصدر. ده العنصر المشترك ما بيننا، ان لازم يكون عندنا سلامة الصدر. الاسلام حريص جدا 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 فوق ما تتخيل على ان المسلم يبقى سليم الصدر، يبقى صدرك سليم. حب اخوانك يا اخي، حب الخير للمسلمين، والله الذي لا اله غيره، والله ما اقولها رياء ولا نفاقا، والله الذي لا اله غيره، أنا ما فيش ركعة في حياتي أو ما فيش سجدة سجدتها في حياتي إلا وأنا أدعو فيها للمسلمين والمسلمات. ده الأمر الطبيعي، ده النبي بيحفزك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الطبراني في الكبير بإسناد حسن: من استغفر للمسلمين والمسلمات كتب له بكل مسلم ومسلمة حسنة أو صدقة. تخيل لما تقول إيه: اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. شوف عدد المسلمين والمسلمات من أيام سيدنا آدم عليه السلام، والإسلام ما بدأش بس من الإسلام بتاعنا فقط، لا، كل الأنبياء بعثوا بالإسلام، بعثوا بملة الإسلام، ولكن ولكل جعلنا منكم إيه شرعة ومنهاجا فقط. إنما الديانة الحقيقية لكل الأنبياء هي الإسلام،
هي الإسلام، هي الديانة الحقيقية. خد بالك من حاجة، شوف بقى وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول كما في الصحيحين: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تقاطعوا، وكونوا عباد الله إخوانا. حب أخوك المسلم اللي اجتمعت معه على أصل التوحيد والإيمان والعقيدة، اللي اجتمعت معه، نبينا واحد، ربنا واحد، قبلتنا واحدة، ديننا واحد، عايز إيه أكتر من كده؟ حبيبك أخوك خده في حضنك، ده أخوك. يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم زي إيه يا رسول الله؟ قال: كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في حديث ثالث جميل أوي رواه ابن ماجه بإسناد صحيح، أن النبي سئل عن أفضل الناس: إيه رأيك أنت لو سألتك مين أفضل الناس؟ تقول لي يعني الإنسان المؤدب المحترم اللي بيصلي اللي يعرف ربنا الغني، يعني كل واحد يريد طبعا يعني ايه وجهة نظر. لكن شوف النبي قال ايه، قالوا: يا رسول الله ما افضل الناس او من افضل الناس؟ قال: كل مخموم الصدر، خد بالك بقى صدوق اللسان، كل مخموم القلب عفوا، كل مخموم القلب صدوق اللسان. فقال: يا رسول الله صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ خد بالك، فما مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. الله أكبر. طب عيد الحديث ده تاني. طب تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. سئل النبي عن أفضل الناس، قال: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا صدوق اللسان عارفينهم، إنما إيه مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد، صلى الله عليه وسلم. أخوي وحبيبي، عشان كده تلاقي الإسلام بيتعهد قلبك أول بول أول بول، لازم قلبك ده يبقى نظيف وسليم، وتحب إخوانك المسلمين، وتحب كل مسلم على وجه الأرض. أخوك في الصين لو تألم أنت بتتألم ليه وانت قاعد في مصر أو في السعودية أو في أي وقت؟ تعالوا نشوف إزاي الإسلام كان بيتعهد القلوب وبيغسلها من الأحقاد ومن الحسد ومن الغل ومن الحسد إزاي، يوميا وأسبوعيا وسنويا. ازاي ده كان بيحصل؟ هنعرف دوت بعد فاصل قصير. خليك معايا حبيب قلبي، رجع لك تاني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا 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 بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع ليلة في بيت النبي. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه وسلم. عايزين ان شاء الله يعني نتواصل مع بعض من خلال الاس ام اس، ان شاء الله منتظرها ان شاء الله طوال الاسبوع، وان شاء الله هي دي اخر حلقة الحقيقة في الايام الفترة القادمة. ان شاء الله هتبقى الحلقة متوقفة لحد اخر قبل رمضان كده بحلقتين، ان شاء الله نعمل حلقتين على رمضان، وبعد كده نتواصل ببرنامج ان شاء الله خليه مفاجأة ان شاء الله في رمضان، وبعد رمضان ان شاء الله يرجع البرنامج مرة تانية منتظم كل اسبوع ان شاء الله. لكن دي اخر حلقه قبل رمضان، هيبقى في قبل رمضان بس حلقه او حلقتين ان شاء الله، ربنا يبارك فيكم. لكن نتواصل مع بعض برضه من خلال الاس ام اس ونشوف هدايا النبي صلى الله عليه واله وسلم. طيب تعالوا نشوف الاسلام كيف كان يتعهد وما زال كيف تعهد القلوب والنفوس في من اجل ان تبقى القلوب سليمه ونقيه وتقيه، ما فيش لا غل ولا حقد ولا حسد ولا اي حاجه. احقد على مين؟ اخويا المسلم تحقد على مين؟ على اختك المسلمه؟ شوف الإسلام بقى بيتعهد النفوس يوميا، طب لسه القلوب لسه مش متظبطة، أسبوعيا، طب لسه مش متظبطة، يبقى سنويا إن شاء الله. تعال نشوفوا الدليل على كده الكلام ده من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. يوميا إزاي؟ لأن النبي قال لنا كما في الصحيحين: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه. لا يمكن أبدا إن أنا أظلم أخويا ولا أحقد عليه ولا أحسده ولا أغل من ناحيته، بالعكس أنا قلبي صافي جدا، بحب كل إخواني المسلمين، بتمنى لهم الخير. حتى قال أحد السلف لما جاء واحد بيسأله بيقول له يعني تعطي أخاك كذا وكذا، بتعطيه من الأموال؟ قال: سبحان الله، أنا أدعو له كل يوم بالجنة، أبخل عليه بالدنيا؟ والله لو كانت الدنيا كلها في لقمة فوضعتها في في أخي ما كانت كافية، ولا أكون أخا له حتى أقول له يا أنا. شفت المعاني الجميلة والإحساس الحلو، وشفت قد إيه التعامل، وشفت قد إيه الحب وصل لدرجة إيه بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى يوميا المسلم أخو المسلم، ده أخوك المسلم، والمسلم كالبنيان يشد بعضه بعضا، أخوك وحبيبك، أخوك اللي يوم القيامة هتتسئل عنه: إنما المؤمنون إخوة وإنما للحصر والقصر. أخوك، فإن وجدت أخوة بغير إيمان، فإن وجدت أخوة بغير محبة فاعلم أنها أن الإيمان ناقص بجد فعلا، وإن وجدت محبة بغير أخوة فاعلم أنها تبادل مصالح.
اخويا وحبيبي، تعالوا نحب بعض، تعالوا نصفي قلوبنا من ناحيه بعض، بلاش نغل، بلاش نحسد، بلاش نحقد، كلنا ركاب سفينه واحده، كلنا بنتمنى ان كل مسلم على وجه الارض يتفوق في دينه ودنيته واخرته، وبنتمنى ان ربنا يجمعنا كلنا في الفردوس الاعلى ان شاء الله. طيب لسه القلوب لسه فيها شويه شوائب، تعال نشوف بقى كيف كان الاسلام او وما زال يتعهد النفوس اسبوعيا. ازاي؟ حديث رواه مسلم ان النبي ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الاعمال على الله في كل يوم اثنين وخميس. تعرض الاعمال على ربنا يوم الاثنين والخميس، فيغفر لكل عبد، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا الا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء، فيقال انظروا، يعني اجلوا، انظروا هذين حتى يصطلحا، انظروا هذين حتى يصطلحا. يا خبر ابيض، انت بتحرم نفسك من مغفره ربنا لو حقدت على اخوك وحسدته وبدات ان انت تحقد عليه وتحسد، تحسد هذا الاخ، انت بتحرم نفسك من مغفره ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده النبي بيقول ايه؟ ده الاعمال بتتعرض يوم الاثنين ويوم الخميس. خد بالك، هيتغفر لكل انسان مؤمن الا رجل بينه وبين اخوه شحناء، الاثنين يتأجل المغفرة بتاعتهم، فيقال انظروا، أجلوا هذين حتى يصطلحا. طيب النفوس لسه ما صفيتش برضه، فيجي بقى التنقية السنوية كما عند البيهقي بسناد الحسن أن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل على عبادي فيغفر للمؤمنين، خد بالك، ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. والله العظيم حديث مرعب ويخوف، والله لا أعيده لك تاني، بس لازم تصلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. إذا كان ليلة النصف من شعبان، خد بالك، اطلع الله عز وجل على عبادي فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوه. ها لسه لحد دلوقتي ما فكرتش ان انت تسيب الحقد والغل والحسد وتخلي قلبك سليم وصدرك واسع ومحب لكل اخوانك المسلمين؟ والله العظيم يا اخي، من اسباب دخول الجنه، من اسباب الفوز بمحبه ربنا، ان انت تحب اخوانك المسلمين، ان انت تبات ليلتك كده وتقول: الله، والله يا رب انا مسامح كل مسلم أذاني، والله يا رب بحب الخير لكل المسلمين، يا رب اغفر للمسلمين. سبحان الله، ده ربنا قيد لك ملك، ملك مخصوص كما عند مسلم، لما تدعي لأخوك المسلم الملك يقول آمين ولك بمثل، ودعاء الملك لك أفضل من دعائك أنت لنفسك. اسمع كلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال: ما من مسلم يدعو لأخيه المسلم بظهر الغيب إلا وعنده ملك موكل يقول آمين ولك بمثل. الله، يعني أديك مثال بسيط خالص، مثلا يعني عشان تعرف قد إيه الإسلام بيحفز على الحب. اسم أخويا الكريم إيه؟ أحمد مثلا، وأخويا اللي جنبه محمد. أحمد عايز يتجوز، ومحمد برضه عايز يتجوز، ولا بلاش أحمد ومحمد، خلينا في شريف وإيهاب. شريف عايز يتجوز وإيهاب عايز يتجوز، فشريف ذكي قوي قوي ما شاء الله بيلعبها صح، فقال ايه؟ قال: انا بدل ما ادعي لنفسي ما في ملك موكل. فوقف شريف قال ايه؟ يا رب يا رب جوز اخويا ايهاب. فالملك قال امين ولك بمثل، وايهاب برضه لعيب ما شاء الله، فقال ايه؟ يا رب جوز شريف. فالملك بيقول امين ولك بمثل، يبقى شريف اتجوز وايهاب اتجوز، واحنا قاعدين غير جواز. حبيبي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا ايه؟ اذا الاسلام بيحاول بقدر الامكان ربط قلوب المسلمين بالمحبه، بالمحبه، ان يكون المحبه لله. ولذلك عايز تستكمل ايمانك، اسمع لكلام حبيبك صلى الله عليه وسلم، قال: من احب لله، مش لدنيا، مش لمصلحه، مش بقدم السبت عشان الاقي لحد، من احب لله وابغض لله واعطى لله ومنع لله فقد استكمل الايمان، كما اخبر سيد الانام صلى الله عليه واله وسلم. يبقى اذا المحبه في الله، بحبك لله ومش عايز منك اي مصلحه، وبحبك والله لان انت اخويا المسلم، اخويا اللي اجتمعت معاه على قبله واحده، وبنعبد رب واحد، وبنتبع نبي واحد صلى الله عليه وسلم، ولينا دين واحد بفضل الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا عشان كده الاسلام رخص، يعني شوف، عشان برضو الاسلام ينمي هذه العلاقه الجميله بين المسلمين وتبقى القلوب صافيه وجميله وما شاء الله ما فيش اي غل فيها ولا حسد، الاسلام رخص لنا في الكذب. تخيل ان الكذب اصلا حرام، ويوم القيامه ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسوده، ورغم ذلك يرخص لك الشارع في الكذب في ثلاث حاجات.
الكذب للإصلاح بين المتخاصمين، والكذب في الأمور العاطفية على الزوجة. الزوجة بتقول لك بتحبني يا أبو محمد؟ طبعا بحبك، يعني حد يقدر ما يحبكيش؟ تمام كده يعني، واخد بال حضرتك يعني؟ لما في الأمور المادية حرام تكذب عليها. والحاجة التالتة، رخص الإسلام في الكذب على الأعداء إذا كانوا أرادوا يعرفوا أسرار البلد أو غير ذلك. فشوف، الإسلام رخص لك في الكذب للإصلاح بين المتخاصمين. فلان وفلان متخاصمين، فأنت بتروح لفلان بتقول له يا أخي ده فلان بيحبك وكان نفسه يجي يصالحك، بس هو خايف لكون أنت يعني هتصد ولا حاجة. يقول له أبدا والله، بس يجي. وتروح التانية تقول له نفس الكلام، يبقى أصلحت بين الاثنين رغم أن أنت بتكذب، لكن هذا الكذب مباح بل مستحب ان انت تصلح بين المسلمين. اسمع لقول المولى عز وجل، وحق القول قول ربي، قال لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. اسمع لكلام حبيبك، قال كما في الصحيحين: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا ويقول خيرا. الله أكبر، تقول كلام تنشر الخير بين الاثنين عشان تصلح بينهم. أنت ما تعتبرش كذاب، أنت أفضل إنسان. عايز تعرف ليه؟ لأن النبي قال كده. النبي قال كما عند أحمد بسند صحيح: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ يا خبر أبيض، في حاجة أفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إصلاح ذات البين، إصلاح اللي بين الاثنين المسلمين، إصلاح ذات البين، فإن فساد ذات البين هي الحالقة. ومن أجل ذلك حرم، واسمع الكلمة بجد دي تعتبر من الكبائر، حرم الإسلام النميمة. والنميمة هي نقل الكلام بين اثنين أو بين جماعتين على سبيل الإفساد. قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: لا يدخل الجنة نمام. بل وفي الصحيحين أن النبي مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر أو لا يستنزه أو لا يستنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. طب تعال نشوف بقى سلفنا الصالح بقى صدورهم كانت سليمة إزاي. تعال نشوف كم يحبوا بعض إزاي. يعني اسمع الكلمة، كلمة غريبة جدا. سفيان ابن دينار قال: قلت لأبي بشر أخبرني عن أعمال من كان قبلنا، أخبرني عن أعمال الصحابة. قال: كانوا يعملون يسيرا ويؤجرون كثيرا. قال: بما ذلك؟ قال: بسلامة صدورهم. الله أكبر، صدور سليمة ما شاء الله. بل وفي غزوة تبوك إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أو ندب الناس، لأن تجهيز ده جيش العسرة، فمنهم من أتى بألف دينار، ومنهم من أتى بماله كل يوم، ومنهم من أتى بنصف ماله. فجاء رجل بعنقود من العنب، وبدأ المنافقين يعني إيه يلمزوا بالكلمات وكده. جاء واحد من الصحابة فما لقاش حاجة خالص، ولا حتى عنقود من العنب. فعمل إيه؟ فقال: اللهم إني أشهدك أني ما وجدت شيئا، ولكن أشهدك يا ربي أني قد تصدقت بعرضي على كل من شتمني أو سبني أو آذاني، فقد سمحته ابتغاء مرضات الله، وأنت أولى بالمسامحة فسامحني. الله أكبر، شوف قد إيه إن إنسان يجي كده يقول: يا رب أنا سمحت كل الآذاني، وأنا والله وأنا على الهوى أقسم بالله عز وجل أنا ما أعرفش من الأذاني، وممكن أكون عارف من الأذاني، لكن والله أنا مسامح أي إنسان على وجه الأرض أسأل في يوم من الأيام، أنا مسامح لوجه الله، وأنت أولى بالمسامحة يا ربي، سامحني وسامح كل اللي بيشوفني دلوقتي، واجمعنا في الفردوس الأعلى، اللهم أمين. آخر موقف أبو دجانة. أبو دجانة رضي الله عنه وارضاه، وهو في مرض الموت، بيقول كلمة حلوة قوي، بيقول: ما من عمل أوثق عندي من اثنتين، أكثر حاجتين أتمنى أشوف أجرهم كده عند ربي سبحانه وتعالى، وهم دول أكثر حاجتين أنا حاسس إني عملتهم فعلا صح بجد. يعني إيه هما؟ قال: كنت لا أتكلم فيما لا يعنيني، وكان قلبي للمسلمين سليما. الله أكبر، ربنا يرزقنا وإياكم سلامة الصدور. أخويا وحبيبي، أهل الجنة هم أصحاب القلوب السليمة، دي من صفات أهل الجنة. عايز تكون بصفات أهل الجنة؟ قال جل وعلا: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. والآية الثانية: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا اختلاف بينهم ولا تباغض. والحديث في الصحيحين: لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب رجل واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. أصل الإحساس بالغل
أصل الإحساس إحساس بالحسد أو بالضغين أو دي منزوعة من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. ما فيش ما بينهم حسد، ما فيش غل، ما فيش حقد، ما فيش بغضاء، ما فيش أي حاجة، لأن درجات الجنة متفاوتة بشكل يعني ما بين الدرجتين مسيرة مائة عام. فلو في حسد هناك كانت هتبقى مصيبة كبيرة جدا، فلا حسد هناك. أختم بالحتة دي الصغيرة كده عشان ندخل على الفاصل. قول النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لك أن أنت مش هتخش الجنة إلا بسلامة الصدر، حبك لإخوانك. قال صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنة، ركز معي بقى، لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. أخوي حبيبي، قلبي بيسلم عليك وروحي بتسلم عليك وبحبك في الله، وانت لازم تحب كل اخوانك في الله، وانت لازم تحب كل اخواتك في الله. فاصل قصير وارجع لكم. صلى على النبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. تعالوا نزور بيت الرسول ونسعد بنور نبي الوفا صلى الله عليه واله وسلم. انا منتظر الاس ام اس بتاعتكم ان شاء الله، وان شاء الله في اخر الجزء ده منتظرين اتصالاتكم ان شاء الله، وربنا يبارك فيكم ويجعلنا متواصلين دايما وتحابين دايما بجلال الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر إن من السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجلان تحاب في الله اجتمع على ذلك وتفرق على ذلك. أكيد حضرتك هتسألني وأكيد حضرتك هتسأليني وتقول لي: طب الكلام اللي قلته ده كلام جميل قوي، عايزين نعرف بقى الطريق اللي يخلينا قلوبنا سليمة ومحبة لكل إخواننا وأحبابنا وناسنا وكل المسلمين. إزاي؟ هوصف لكم 8 حاجات في عجالة سريعة كده نعرف من خلالها إزاي نقلبنا تبقى سليمة. أول سبيل أو أول سبب لنقاء القلب وصفاء القلب وإن احنا فعلا نكون محبين لبعض، أديك شفته صحابي لا بيصلي قيام ليل ولا ليه نوافل، بس النبي حكم له بأنه من أهل الجنة 3 مرات. بسبب إيه؟ أنه يبيت وليس في قلبه غل ولا غش لأحد من المسلمين. وتلك كما قال ابن عمر: تلك التي لا تدرك بسهولة ولكنها هي التي بلغته منزل، ألا وهو الجنة. أول حاجة إقامة التوحيد لله، إن أنت تقوم التوحيد لله بكل أنواعه: توحيد الربوبية، توحيد الألوهية، توحيد الأسماء والصفات. يعني أديك مثال بسيط: لما تعلم أن من أسماء الله الحسنى مثلا الحكيم، فتعلم أن الحكيم هو الذي يضع الشيء في موضعه، والمولى عز وجل لا يظلم أحدا أبدا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا. يبقى المولى عز وجل يضع الشيء في موضعه، بذلك ترضى. إذا وجدت نفسك أنت فقير وغيرك غني، إذا لقيت نفسك مريض وغيرك صحيح، إذا لقيت نفسك أنت لا قدر الله فاشل وغيرك ناجح، ترضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وتاخد بالأسباب. أقول لك حاجة خالص: لما تلاقي نفسك فاشل وغيرك ناجح، بدل ما تحقد عليه وتحسده وتقعد تتكلم عنه، هقول لك حاجة: الوقت اللي أنت هتقضيه في الحسد دوت وفي الحقد، قضيه في أنك تعمل حاجة تنجح بها وتكون زيه أو أحسن منه. إيه رأيك؟ على الأقل يبقى نفعت نفسك ونفعت بلدك ونفعت دينك وخدمت كل اللي حواليك، وفي نفس الوقت ما خدتش لذنوب ولا معاصي ولا أي حاجة تغضب ربنا سبحانه وتعالى. تاني حاجة الإخلاص، إن أنت تخلص النية لله: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند أحمد بسند صحيح، قال: 3 لا يغلو عليهن قلب مسلم: أول حاجة إخلاص العمل، تاني حاجة مناصحة ولاة الأمر، تالت حاجة لزوم جماعة المسلمين. خد بالك الإمام ابن القيم بيقول لك إيه؟ أي لا يبقى فيه غل ولا يحمل الغل مع هذه الثلاثة أبدا. لو أنت مخلص لا يمكن يبقى في قلبك غل. أديك مثال بسيط: لو أنت لقيت إنسان ناجح وأنت أصلا مخلص، فتقول الحمد لله إن ربنا وفق أخويا المسلم يبقى ناجح، يا رب زيده توفيقا. اغبطه مش احسده. الغبطة هي تمني ما عند الغير دون تمني زوال ما عند الغير. أخويا فلان اشترى عربية جديدة، يا رب بارك له فيها يا رب واجعلها عونا له على طاعة الله وارزقني مثله يا رب العالمين، ما فيش مانع. إنما تقولش يا رب بقى يعمل حادثة ويخش تحت المترو والكلام ده كله، لأن أنت كده تبقى بتحسد، وبتحسد حسد أسود مذموم، ربنا يعافينا ويعافيك يا رب العالمين. يبقى أول حاجة
تحقيق التوحيد لله سبحانه وتعالى يخليك والله صاحب قلب سليم. ليه؟ ان انت بتؤمن ان ربنا حكيم، خلاك انت ما انتش جميل او غيرك جميل لحكمه، لحكمه انت ما انتش فاهمها لكن لحكمه عند ربنا. انت فقير وغيرك غني برضه لحكمه. ارضى بقضاء الله سبحانه وتعالى واعلم ان ربنا هو الحكيم الذي يضع الشيء في موضعه ولا يظلم احدا سبحانه وتعالى. تاني حاجه الاخلاص. تالت حاجه افشاء السلام. افشاء السلام من الاشياء اللي تريح قلبك قوي، تخلي قلبك سليم من ناحيه المسلمين. هقول حاجه صغيره خالص، انا لما اكون ماشي والاقي ناس واقفين واخش اقول لهم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والله الذي لا اله غيره انا اللي بحس بنشوه الايمان قبل ما هم يحسوا بالسعاده ان انا سلمت عليهم. ليه؟ حسيت ان انا نفذت امر ربنا امرني بيه، النبي صلى الله عليه وسلم امرني بيه، وربي امرني بيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال افشوا السلام، ده من اسباب دخول الجنه، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نام، تدخلوا الجنه بسلام. افشاء السلام. قال صلى الله عليه وسلم، والحديث احنا لسه قايلينه من شويه كما روى مسلم، والذي نفسي بيدي لا تدخلوا الجنه حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحبوا، اولا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحببتم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال افشوا السلام بينكم. يبقى رقم واحد اقامه التوحيد، رقم اثنين الاخلاص، رقم ثلاثه افشاء السلام، رقم اربعه قراءه القران وتدبر القرآن والتعايش مع القرآن. القرآن شفاء يا جماعة، القرآن شفاء، شفاء. قال جل وعلا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. الله أكبر. يعني لو قلبك مريض، لو قلبك حقود أو حسود أو في شيء وحش، اقرأ القرآن واطلب من ربك عز وجل شفاء قلبك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. يبقى القرآن شفاء من جميع الأدواء والأمراض القلبية والبدنية. لو في قلبك حسد او غل او غيره، اقرا القران بنيه الشفاء، اقرا القران بنيه التقرب الى ارض الى رب الارض والسماء سبحانه وتعالى. رقم خمسه اخويا وحبيبي الهديه. الهديه ورد فيها حديث عند ابي يعلى باسناد حسن عباره عن كلمتين. النبي قال كلمتين، كلمه هي الفعل وكلمه هي الثمر. قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحب، بس كده هو ده الحديث. ادي الهديه لاخوك، اخوك هيحبك. تهادوا تحب. الله اكبر. ويا سلام بقى لو الهديه معاها زياره في الله، ويا سلام لو الهديه معاها بسمه، ويا سلام لو الهديه معاها كلمه حلوه تقول له والله يا اخي والله لو جبت لك الدنيا كلها ما كانت تبقى كفايه، لكن معلش بقى العين بصيره والايد قصيره، سامحني دي يعني جهد المقل، فسامحني هديه بسيطه بعبر لك فيها عن حبي ليك. يقول لك والله لو جايب لي بس قلم زي ده، لو قلم بسيط زي ده والله العظيم كان كفايه عشان يعبر لي عن حبك ليا بفضل الله سبحانه وتعالى. رقم سته من اسباب اللي تخلي قلبك سليم وجميل ونظيف وتقي ونقي ما فيهوش لا غل ولا حسد ولا اي حاجه، الدعاء. ان انت تدعى بقى، والدعاء هو السهم الذي لا يخطئ ابدا. اسال ربنا خصوصا في جوف الليل كما عند مسلم، ينزل ربنا جل وعلا الى السماء الدنيا كل ليله فينادي على عباده، هل من داع يدعوني فاجيبه؟ هل من سائل يسالني فاعطيه؟ هل من مستغفر يستغفرني فاغفر له؟ الى ان يطلع الصبح. قل له يا رب يا رب يا رب خلي قلبي سليم للمسلمين، يا رب حببني في المسلمين وحبب المسلمين فيه. مش ابو هريره قالها والحديث رواه مسلم لما قال يا رسول الله ادعو الله ان يحببني وامي الى المؤمنين وان يحبب المؤمنين الينا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا وامه الى المؤمنين وحبب المؤمنين اليهما، فقال ابو هريره فما سمع بي مؤمن قط الا وقد احبني انا وامي بفضل دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. انت عارف كان النبي كان ليه دعوه مخصوصه في موضوعنا ده بالذات، حديث رواه أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو الدعاء الجميل دوت، دعاء طويل قوي كان من ضمن جملة كده حلوة قوي، يقول إيه؟ واسلل سخيمة قلبي. صاحب القلب النظيف، صاحب أنظف وأطهر قلب في الدنيا كلها اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول واسلل سخيمة قلبي. سخيمة قلبي البغضاء والكره والحقد والحسد والغل، اسللها من قلبي يا رب، شيلها من قلبي. النبي ما فيش في قلبه حاجة وحشة، ما فيش قلب، لان سيدنا جبريل لما غسل قلب النبي صلى الله عليه وسلم مرتين، خد بالك مره وهو عنده 5 سنين ومره قبل رحله الاسراء والمعراج، اخذ حظ الشيطان من قلب النبي وقال هذا حظ الشيطان، فلا حظ للشيطان في قلب النبي ابدا صلى الله عليه وسلم. ورغم ذلك هو بيعلمنا
ان احنا نقول الدعاء ده واسلل سخيمة قلبي. اتعلم الدعاء ده واحفظه واكتبه، واسلل سخيمة قلبي. وشوف داب الصالحين كانوا يدعوا بهذا الدعاء، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. آخر حاجتين ونتلقى اتصالاتكم ونتعايش معاكم إن شاء الله، ونشوف الاس ام اس والهدايا الحلوة اللي جات للنبي صلى الله عليه وسلم. تعال نشوف آخر حاجتين. رقم 7، حسن الظن بإخوانك المسلمين. حسن ظنك بإخوانك هيجعل قلبك نقي وسليم قوي. لو أخوك عمل فيك حاجة قول أكيد ما يقصدش، والله العظيم أكيد ما يقصد، ده هو إنسان فاضل. لو أخوك عمل فيك حاجة تانية قول برضو والله هو ما يقصدش، يعني أكيد ده هو، يعني ده هو بيحبني. فهم إزاي؟ شوف أحد السلف ليه يقول لك سبحان الله، إذا بلغك عن أخيك شيء خد بالك بقى، فالتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. الله أكبر. يقول ابن مازن: المؤمن يطلب معاذير إخواني والمنافق يطلب عثراتهم. وقال الشافعي: من أراد أن يقضي الله له بالخير فليحسن الظن بالناس. أحسن الظن بالناس، أي حد يمك حاجة سواء وحشة أو يعني نص ونص فقول أكيد ما يقصدش. يعني الشافعي لما دخل عليه الربيع بن سليمان فلقى مريض فبيقول له: قوى الله ضعفك يا إمام. فالإمام الشافعي قال: لو قوى ضعفي لقتلني، يعني لو خلى الضعف بتاعي يزيد لقتلني. لكن ربيع بن سليمان ما قصدش كده، قال: والله يا إمام ما قصدت هذا، أنا أقصد أن ربنا يقويك. فقال: أعلم يا ربيع، والله يا ربيع لو شتمتني صراحا لعلمت أنك لا تقصد أبدا. الله أكبر. شفت حسن الظن بإخوانك بيعمل إيه ويوصل لإيه؟ أدي الأخلاق، حسن الظن بإخوانك. أي حد يعمل فيك حاجة أحسن الظن بيه عشان تعيش سليم الصدر، عشان تنام وتحط دماغك كده على المخدة تقول: يا رب أنا بتقرب إليك يا رب بحب كل مسلم. أنا والله أقولها دلوقتي ورب الكعبة، أنا بتقرب إليك يا رب بحب كل مسلم ومسلمة على وجه الأرض، وهي دي من أكتر الحاجات أن أنا بتقرب بها إليك يا ربي. نسأل الله عز وجل أن يجمعنا جميعا في ظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظل. رقم 8، الصدقة. هتتعجب أوي من رقم 8 دي، الصدقة. حبيبك صلى الله عليه وسلم قال كما روى ابن الشيخ في الثواب بإسناد الحسن، قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. مداواة المرض تكون للمرض الجسدي وللمرض القلبي. كان في واحد غني قوي قوي وابنه مريض مرض شديد، بحث في كل وسائل الطب فلم يجد. في يوم من الايام قرأ هذا الحديث فراح واخد مبلغ كبير من المال وطلع بره يدور على اي حد، لقى ستة فقيرة كده كبيرة قد امهاتنا كده، فاداها المبلغ كده وما عدش الفلوس، طلع مبلغ كبير من جيبه. قالت له: ده كتير. قال لها: حاجة بس اقبلي بالله عليكي، ده انا بس يعني بنفذ حديث النبي عليه السلام: داووا مرضاكم بالصدقة. رجع البيت بيقسم بالله، وابنه كان مريض مرض شديد جدا، بيقول لي: ايه ما شاء الله وشه كده شكله اتغير. فروحت عملت له تحاليل تاني يوم، لقيت المرض بفضل الله زال من جسد هذا الولد. يبقى داووا مرضاكم بالصدقة، ده لأمراض الأبدان والأمراض القلوب. قلبك مريض بالغل، بالحقد، بالحسد، بالضغينة، بالرياء، بالنفاق، بأي حاجة، ادفع صدقة وتصدق بنية أن ربنا يشفي قلبك من هذا المرض. أخوي وحبيبي، ياريت نجتمع على المحبة من أجل الله سبحانه وتعالى. يا ريت أحبك وتحبني لله، بحبك وبتحبني مش من أجل مصلحة ولا عشان دنيا ولا عشان أي حاجة، إنما عشان أنت أخويا المسلم وأنت تحب أختك المسلمة لأنها أختك المسلمة. ما نحقدش على بعض عشان حظوظ دنيوية. إيه يعني؟ الدنيا كلها على بعضها، لو ربنا ادهالي لوحدي وحرم منها كل الناس. حبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يضع أحدكم أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. قال صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تساوي عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. أيها الشريف معنا التلفون، أستاذ حلام من بلجيكا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أنا أحبكم في الله وأشكركم على البرنامج الجميل. ربنا يحبك ويسترك يا رب العالمين. شكرا كثيرا. أريد أن أقدم هدية للرسول عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. أريد أن أقول أريد أن أقول من نشر الإسلام وأهدي هديتي بصبري للظلم، صبري للظلم. أنا أقول أنني صبورة جدا. ربنا يكرمك يا رب. وأطلب منك سيدنا الشيخ لأن تدعي لي في وقوفك صلاة الفجر. حاضر. بأن تدعي لي دعوة المظلوم. أرجوك يا شيخ، أرجوك. حاضر والله. أطلبك.
حاضر عيني. حاضر حاضر يا فتحنا، ربنا يحفظك ويبارك فيك يا رب. ام اسماء من مصر، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ربنا يعزك ويسترك، ربنا يشفيك شر المرض يا رب. امين يا رب العالمين. يعني الواحد انا مش مصدق انا بكلم حضرتك اساسا خالص والله. ربنا يحفظك ويسترك، لان انا كلمتك قبل كده في قناه ثانيه ما ادونيش النمره صح والله. ربنا يحفظك ويبارك فيك، ربنا يخليك لينا يا رب. الله يخليك يا ام اسماء، اتفضلي تحت امرك. ربنا يخليك يا رب، اتفضلي يا ام اسماء. طب ممكن تديني نمرة حضرتك تليفون؟ طب خديها من كنترول. حاضر عينيا ام اسماء. طب تسلم ايدك. طيب استاذ شريف اقدر اقول هدايا النبي بسرعه كده؟ طيب هدايا النبي صلى الله عليه وسلم اللي وصلتنا بقى الاسبوع ده، على فكره بقى اغلب الناس بيبعتوا له على الموبايل مش على اس ام اس، لكن مش مشكله سواء هنا او هنا ان شاء الله بتوصل، بس عايزين اس ام اس عشان نقدر نتواصل مع بعض ان شاء الله. الاخت نسمه وساره وعزه وخلود وصابرين وشيماء وامل لبس الحجاب، ربنا يبارك فيكم، الف مبروك. احمد سيد قال تركت العمل الحرام والحمد لله ببحث عن عمل حلال. شريف محمود قال ركبت مكيفات المسجد اللي في اول الشارع عندي كلها ابتغاء مرضات الله، جزاك الله خيرا. حاجه فوقيه قالت كفلت 10 ايتام. الاستاذ تامر ومحمد وعادل بطلنا السجاير، ربنا يبارك فيكم. احمد عادل قال بوزع حلقات البرنامج بتاعك على المصلين في المسجد معايا. الاخت ندى قالت بحفظ هحفظ كل بنات الحي القران، جزاك الله خيرا. الحاج جلال قال حجبت كل بناتي. نسرين وممدوح واسعاد ومحمد وعاطف قال بنصلي على النبي كل يوم 1000 مره. سيد وعبد المنعم وسلوى وتغريد بدانا نصلي ونحفظ القران. عدد كبير جدا الحقيقه مش قادر احصيهم بقى على الموبايل، قالوا الحمد لله بدانا صله الارحام، لان كانت الحلقه اللي فاتت كانت عن صله الارحام، وانا سعيد جدا بالتجاوب الجميل ده، ان كتير منهم كانوا قاطعين الارحام قالوا بدانا فعلا بصله الارحام، ومنهم كتير بعتوا بيقولوا نوعيات حتى الهدايا اللي راحوا بيها بفضل الله لصله الارحام. احمد جلال وحمدي وحاج انشراح واستاذ سامح قالوا بنعمل واجب اللي انت بتقوله في اخر كل حلقه، جزاكم الله خيرا. حاج عيد قال اطعام يوم، بيعمل اطعام يوم للفقراء في المسجد اللي بجواره. واحد دكتور برضو ما ذكرش حق اسمه قال هستقبل حاله مجانيه يوميا بفضل الله، ودكتور صيدلي برضو قال هصرف روشته مجانيه كل يوم لاي فقير ان شاء الله. الاستاذ سيد سالم قال ركبت 2 كولدير صدقه جاريه. حاج محمد لطفي قال طلعت 4 للعمره. اخر واحد حاج عبد الجليل قال دفعت تكلفه جهاز 3 بنات يتيمات. تعال نقول الواجب بسرعه كده ونكمل اتصالاتنا. الواجب 3 حاجات، احفظ معايا الواجب ده، يا ريت نستمر عليه بقى فتره كبيره بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني احنا مش هنلتقي الا قبل رمضان باسبوعين. الواجب الاولاني صيام خميس واثنين ونصلي على النبي على طول ان شاء الله. ثاني حاجه سبحان الله العظيم وبحمده، وده مسميه مشروع غرس النخيل، لان النبي قال من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخله في الجنه. واخر مشروع واخر حاجه في الواجب ان احنا عايزين يعني وخيرهم الذي يبدا بالسلام، عايزك تصالح اي انسان انت مخصمه او هو مخصمك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم وخيرهم الذي يبدا بالسلام. استاذ فؤاد بلجيكي، السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم يا شيخ محمود، انا بحبك بالله انا وزوجتي واولادي والعائله كلها الحمد لله. ربنا يحفظكم جميعا يا رب. طيب وعندك سمات حسنه. الله يبارك فيك، ربنا يعزك ويسترك يا استاذ فؤاد. انا سعيد بسمع صوتك جدا والله. الله يخليك. انا قطعت. اتفضل يا استاذ فؤاد. انا قطعت التدخين يا دكتور وجاي معنا ان شاء الله الرحمن الرحيم. ربنا يكرمك يا رب ويحفظك. جزاكم الله خير استاذ فؤاد، ربنا يبارك فيك، انا سعيد بمكالمه حضرتك جدا والله. والزوجه ديالي حامل دايما يا دكتور. نعم؟ معلش الصوت مش واضح قوي عندي. الزوجه ساعي حامل ان شاء الله. بشكرك والله استاذ فؤاد، ربنا يبارك فيك. الزوجه ديالي حامل ان شاء الله دايما. زوجتك حامل؟ اه نعم، ربنا يا رب يتم حملها على خير ويرزقك بالذريه الصالحه ان شاء الله، ويكرمكم يا رب ويجمعنا واياكم تحت ظل عرش الرحمن. جزاكم الله خير يا استاذ فؤاد، ربنا يحفظك. الاستاذه دينا من مصر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، ازيك يا شيخ محمود؟ الله يعزك ويبارك فيك. انا كنت عايزه اطلب من حضرتك تدعي لنا كده، لان احنا عندنا ابتلاء في بيتنا. ربنا يفرج عنا وعنكم الهموم يا رب العالمين، وعن رب كل المسلمين. يا رب، لان اختي ما بتحسنش معاشره امي وابويا. ده الواحد يوم ما يلاقي ام واب، ده كنز كبير يا جماعه، يعني يا ريت ناخد بالنا بالله عليكم، ابوس ايديكم جميعا يا مسلمين. والله العظيم الانسان اللي عنده ام واب عنده كنز، او اللي عنده حتى واحد منهم والله العظيم عنده كنز، ربنا يكرمكم. ده الوالد اوسط ابواب الجنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني احسن ابواب الجنه، ده باب جنه مضمون ومفتوح لك.
فبالله عليكم ربنا يبارك فيكم. يعني يا ريت حضرتك تدعي لها لانها بتعنده في الصلاه وبتعنده مش عايزه تصلي وبتسمع كلام ناس وحشه بره وكلام. حاضر حاضر هدعي لها ان شاء الله. حاضر يا ريت حضرتك بالله عليك. حاضر بالله حاضر عليك تدعي لها. انا خدت الاسم اهو هدعي لها الليله دي ان شاء الله. حاضر ربنا يبارك فيك وابتدينا. استاذه سلمى من السودان السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. والله انا مبسوطه شديد لانه بحاول اتصل عليك وبعد هذه الطريقه ودي اول مره انا اتكلم معاك في التليفون. ربنا يحفظك يا اخت سلمى. ربنا يعزك ويعز اهل السودان ويبارك فيكم. الحاجه الاولى انا صليت الفجر بسببك انت. نعم انا ابتديت اصلي الفجر بسببك انت. ما شاء الله ما شاء الله بدات تصلي الفجر. ليس الاثنين والشيء الثاني تنقصت بسبب محمد حسان. ما شاء الله ربنا يكرمك يا رب ويحفظك يا رب العالمين. وعايزه اعرف النظام ده سنه ولا فرض؟ لانه بصراحه انا عندي اخواني معارضين. والله احنا اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده كتير يا اخت سلمى، لكن انا بقول ان النقاب هو ما بين الاستحباب والوجوب، يعني ده اختصر الموضوع انه في خلاف بين العلماء ما بين الاستحباب والوجوب ولا ينزل ابدا عن مرتبه الاستحباب. وربنا يبارك فيكي. مين معانا يا استاذ شريف؟ الاخت سلمى برضو من مصر؟ السلام عليكم. الاخت مريم. الأخت مريم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يعزك ويسترك يا رب. والله أنا بحب حضرتك جدا في ربنا الله. ربنا يحبك ويسترك. يا رب تكون هدايتي على إيديك. ربنا يكرمك يا رب العالمين، أسأل الله أن ربنا يرزقك الهداية يا رب العالمين. ربنا يخليك. أنا محتاجة حضرتك بس تدعي لبابا أن ربنا يرحمه. ربنا يرحمه رحمة واسعة وجميع موتى المسلمين. أربع شهور. ربنا يرحمه رحمة واسعة. ربنا يفك كرب أخويا. يا رب يفك كرب وكرب كل المسلمين يا رب العالمين. ويهديني. على ايديك ان شاء الله يا رب يا رب. بس محتاجه ان حضرتك بس تتكلم عن الشباب ياما يعني. ربنا يكرمكم. وعن الصلاه. جزاكم الله خير يا اخت مريم على الاتصال الجميل ده. ربنا يحفظك. عايز اقول يا اخواننا بالله عليكم بالله عليكم ربنا يبارك فيكم. هو فاضل دقيقه واحده. بالله عليكم ابوس ايديكم جميعا. عايزين نصفوا قلوبنا من نحب بعض. عايزين نحب بعض بجد. حبوا الخير لبعض. والله العظيم الدنيا ما هي مستاهله ان احقد على فلان عشان جاب عربيه، ولا احقد على فلان عشان سكن في شقه جديده، ولا احقد على فلان عشان جاب لبس احلى من لبسي ولا ساعه احسن من ساعتي. الدنيا كلها من فاته. إن نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. بوصيكم وبوصي نفسي في الفترة اللي جاية دي لحد ما نلتقي قبل رمضان بأسبوع أو بأسبوعين، بوصيكم بالله عليكم قطروا من الصيام، قطروا من الصدقة، قطروا من الصلاة على النبي ومن الاستغفار. حبوا بعض، حبوا الخير لبعض. بالله عليكم حاولوا بقدر إمكان يعني تكون فيما بينكم من بعض ألفة وأخوة، صلوا الأرحام. اللي عنده أم وأب يعرف إن عنده كنز. حاول بقدر الإمكان إن أنت تحسن لأمك وأبوك، تحسن لجيرانك، تحسن لكل الناس. بحبكم في الله. ربنا يبارك فيكم. جزاك الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.